كلاسمون صعيب في الاسفاقس مورسو كبير كلاسيكو كنا نعرفوا مش يكون ماتش سهل اونيتي كونسونتري حضرنا ماتشنا بالكدا بريباراسيون بدات ماتش بنغردان يافي معناها المانيير والريزلتا اليوم كيف كيف فرضنا لعبنا مالغري ما كانش سهله حتى معناها في الميتون الاولاد قدرهم يلزمنا نكملوا بالفاسون هذيك سي نوتر بوان فور لعبنا على لي بوان فور نتاعنا الحمد لله ربي وفقنا يلزمني نقول برافو للاولاد خاطر في لونتام دو ماتش في صفاقس ضيع بينالتي تنجم سور لو بلان مونتال تتمس شويه ولكن اونيتي سوليد مونتالمون برافو يعطيهم الصحه دوت فاسون الشامبيون مازال طويله هذا ما هو الا با باهي خلينا معناها المورال باهي ونخدموا على رواحنا وربي يوفقنا ان شاء الله. ما عرفتش شفت المنافسه نتاعك اليوم. شويه حذرت البدايه لكن بعد عرفت الجيري يمكن. لا مش صحيح دخلنا خير من الادفرسير وطلعنا فوق الادفرسير وجبنا بينالتي وضيعناها مانيش مشاطرك الراي ما دخلناش بحذر دخلنا بالعكس ما خليناش سيس تلعب كات ولا سانك باس ورا بعضهم ما خليناهمش يلعبوا كوره البريسين كان التايمينغ نتاعو صحيح الكوره كانت عندنا بيك ان لوسيديتي باهيه شويه من بعد معناها في ابارتير من 30 مينوت يمكن طحنا شويه في فاسيليتي بعد البونتو الاولاني ولكن بعد في ساعه فقنا وحتى الاولاد في الميتون نبهتهم يظهر لي ما فما حتى سيكونس في الماتش لعبنا بحذر فما دي تنفور اللي باش يصيروا للسي اس اس سي توتافي نورمال باش ترجع والزون نتاعك ما تعطيش ظهرك دونك برافو على الديسيبلين تكتيك للاولاد. معين الترجي حكيت بامال دو فوا انه في مرحله انتقاليه اليوم بدينا نعرفوا الترجي الثوابت نتاعو الترجي نتاع مناول خرجوا منه بريسك 5-6 لاعبيه اليوم الترجي خاصه في البونتو الثاني فما برشا خدمه قاعده الترجي. صحيح حتى البونتو الاولاني اللي ماركيناه في خدمه حتى البونتو اللي ماركيناه هو ماهوش اورجو وتنحى زاد في خدمه بينالتي زاد كيف كيما قلت لك قاعدين نخدموا على لي بوان فور نتاعنا في الانترنمون طبقناهم اليوم سي تري امبورتون باش تطبق اللي تخدموا في الانترنمون في التيران سورتو على الاكستيريور قدام السي اس اس برافو للاولاد يعطيهم الصحه. كنا حاضرين من خير من هذا الشخص من جميع النواحي مكتعرف زاد الاستقرار والجو الباهي معناتها يعطيك ويوريك سور تيران دونك الحمد لله اليوم فيكتوار ميريتي من النواحي الكل هوني كونسونتري بدينا ماتش بنغردان الحمد لله كملنا اليوم دونك الترجي ماشي في الثنيه صحيحه في نفس الوقت مازلنا ما وصلناش الاوبجيكتيف اللي حشنا به معناتها باش نلقاو روحنا ايكيب حاضره 100% دونك اليوم فيكتوار ميريتي على الاكستيريور قاعدين نقربوا معناتها من كوكب ايطاليا دونك اليوم فرحانين برشا بالاداء فرحانين برشا بالروح ما لازمناش معناتها رؤوسنا تعلى وكل شيء سخينا في القاعه مازلنا ما عملنا حتى شيء مازلنا في المقابله الرابعه في البطوله دونك ان شاء الله الجاي خير وان شاء الله قدرة ربي نكونوا حاضرين في الماتشات الجايين خير من هكا ان شاء الله.